اختتام فعاليات رايتك وردية بالماراثون المقام في محافظة الخبر على كورنيش الخبر بتعاون الجهات الحكومية والجهات الغير ربحية للتوعية عن سرطان الثدي والكشف وحث الفئة المستهدفة للكشف المبكر عن هذا المرض. ونشكر حقيقة كافة الزملاء والزميلات أبطال الصحة وأبطال تجمع الشرقية الصحي على مشاركتهم وإيصال الرسالة بقدر الإمكان إلى الفئات المستهدفة. المشي أو الهرولة أو الجري أو الدراجة أو أي رياضة كانت هي طبعا وسيلة جدا وهم للوقاية من جميع الأمراض، سواء الأمراض المزمنة أو الأمراض اللي تكون شوية خطيرة اللي مثل مرض سرطان الثدي، عافانا الله وإياكم. فالوقاية خير من العلاج، وأهمية الرياضة جدا مهمة للمجتمع للفرد والمجتمع كذلك. اليوم بيكون يوم رائع وجميل ومشاركة الشباب والناس في السباق، يعني نسأل الله إن شاء الله التوفيق والنجاح، ونسأل الله أن نشفي جميع مرضى السرطان إن شاء الله. والله التطوع هذا يعني من دافع الحب والرغبة في أنه يعني نشارك في هذا العمل الخيري، وأتمنى أن الكل يعني كل نساء العالم يشفيهم من هذا المرض إن شاء الله.